اهلا بكم جميعا، ده الفيديو الثاني من الجداول البصريه. اتكلمنا مع بعض في الفيديو الاول على تعريف الجداول البصريه واشكالها واهميتها وانماطها وايه الاستفاده منها بالنسبه للطفل التوحدي. هناخد النهارده مع بعض في الفيديو ده الادوات اللي بحتاجها عشان اقدر اعمل جدول بصري واهم الامثله على الجداول البصريه وشرح بسيط ليها عشان تقدر تنفذها في البيت. هسيب لكم الفيديو فوق دلوقتي، الفيديو الاول خاص بالجدول البصريه موجود هيظهر لك دلوقتي على الشاشه تقدر ترجع له. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناة كوكب الطفل. أول حاجة هناخدها مع بعض الأدوات اللي أنا هحتاجها عشان أعمل جدول بصري، وهي مقص، صور، ورق تغليف، غرة، وكمان هحتاج سكوتش خاص باللزق عشان خاطر أقدر ألزق وأشيل الحاجة كذا مرة من غير ما تعمل لي مشكلة. بعد كده هناخد أشكال الجداول البصرية. أول حاجة معايا النهاردة وهي استراتيجية أو طريقة فيرست زان أو أولا وثانيا. هتاكل الأول، خليك تلعب بالألعاب. هتدخل تواليت الأول، هديك العصير أو السناكس. بعد كده ببدأ أصعبها شوية وبخليه يعمل حاجتين الأول، هتذاكر وتاكل وبعدين هخليك تلعب بالألعاب. بعدين ببدأ أصعبها أكتر شوية وبخليه مثلا يعمل أكتر من نشاط وهدف، وبعدين أحدد له وقت معين يلعب فيه بالساعة. تاني طريقة معايا النهاردة وهي ستوب أو توقف، ودي مثلا كلمة ستوب بحطها على الباب أو على الكمبيوتر لو الطفل بيقعد فترات طويلة قدام الكمبيوتر، فببدأ أحط له كلمة ستوب على الكمبيوتر عشان يعرف إن هو من المفروض يوقف دلوقتي الكمبيوتر، أو بحطها على الباب عشان خاطر يبقى عارف إن هو ممنوع إن هو يخرج خارج الغرفة اللي هو موجود فيها. بعد كده عندي استراتيجية تانية مهمة جدا وهي استراتيجية الجداول اليومية. استراتيجية الجداول اليومية دي عبارة عن الأنشطة اللي مطلوبة من الطفل إن هو يعملها خلال اليوم بالساعة، يعني هو هيصحى من النوم الساعة 7، بعد كده هيغسل أسنانه الساعة 7:15، وهكذا لحد آخر اليوم، وده بيقلل اعتماد الطفل على الأسرة في البيت وبيخلي الطفل أكثر استقلالية عشان هو عارف إيه اللي مطلوب منه بالظبط بالصور. تمام؟ بعد كده عندي لو أنا عايز أدرب الطفل على مهارة معينة فبستخدم الجداول أو على المهارة محددة، وهو عبارة عن جدول فيه مهارة مثلا زي مهارة الحمام، ففيه الخطوات اللي مطلوب إن الطفل يقدر يعملها عشان خاطر يقدر يحقق المهارة بشكل سليم. بعد كده عندي الجداول الأسبوعية، وهي عبارة عن مجموعة من الصور والأنشطة اللي مطلوبة إن الطفل يعملها خلال الأسبوع، ودي طبعا بتبقى مرتبة ومسلسلة والطفل بيبقى عارف إيه اللي مطلوب منه خلال كل يوم عشان يقدر يقوم بيه بشكل سليم. بعد كده عندي تناوب الدور. تناوب الدور ده لو أنا عندي طفل أو أكتر من طفل بيستخدموا جهاز كمبيوتر واحد، فببدأ أحط صورة كل طفل بالترتيب، مفروض إن أحمد هيقعد الأول، بعد ما أحمد يخلص مفروض إن محمد هيجلس بعده، بعدين علي، وهكذا. كمان ممكن أستخدم الاستراتيجية دي لو أنا بدرب الطفل على الكلام مثلا، أو هو بيتكلم معايا فهو هيتكلم وبعدين أنا هتكلم وبعدين هو ينتظرني وبعدين هو يبدأ يتكلم تاني. عندي بعد كده استراتيجية إشارة المرور. استراتيجية إشارة المرور دي لو أنا بدرب الطفل على مهارة معينة أو هو قاعد على الكمبيوتر، فببدأ أحط له علامة ستوب وبعدين دو على الحمام، أو هو مطلوب منك توقف على الكمبيوتر، وبعدين من المطلوب منك إن أنت تدخل الحمام دلوقتي وبعدين ترجع تاني تستخدم الكمبيوتر. تمام؟ عندي بعد كده حاجة مهمة جدا اللي هي مجلدات أو كتب التعبير عن المشاعر والاحتياجات، وهي عبارة عن كتاب فيه مجموعة من الصور خاصة بالانفعالات، وكمان المأكولات اللي الطفل بيحبها، وكمان الحاجات اللي الطفل بيفضلها أو الألعاب اللي هو بيحبها، وكذا كده. هو الطفل لو محتاج إن هو ياكل فبيفتح الكتاب وبيقشر ده على صورة الطفل اللي هو بياكل، أو محتاج صورة الأكل معين فبيبدأ يقشر لي فببقى عارف إن هو محتاج ياكل، أو لو الطفل زعلان أو غضبان من حاجة معينة فبيقشر لي إن هو زعلان أو متضايق أو كذا، أو لو الطفل تعبان فبيقشر لي على مكان التعب اللي هو حاسس بيه. دي بعض الأمثلة على الجداول البصرية، يا رب تفيدكم وتفيد الأولاد التوحد وتقدروا تطبقوها في البيت. وإن شاء الله الفيديو الجاي هناخد مع بعض موقع بسيط جدا ومميز هتقدر من عليه تعمل الجداول البصرية الخاصة بابنك، وهسيب لكم تحت في وصف الفيديو مجموعة من الصور اللي انت تقدر تستخدمها عشان خاطر تعمل جدول بصري خاص بابنك في البيت. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله أشوفكم في لقاءات تانية. مع السلامة.